قال عمر: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق الرجل فإنه عدو لله. فقال العباس: لو كان من بني عدي لما قلت ما قلت. لأن عمر من بني عدي وأبو سفيان ما من بني عدي، من بني عبد مناف وقريب للعباس، وعمر ما قريب له. فقال له عمر كلمات جميلة تدل على أن غيرة عمر لم تكن للنسب، إنما كانت للإسلام. قال: يا عباس والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام والد الخطاب، لما عرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلام. إنت ذاته قال له خلي أبو سفيان، إنت إسلامك كان أحب لي أنا من إسلام والدي ذا. ليه؟ لأني عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك، ولأنه يعني إنت عمه. فده يدل يا أخواننا على أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تجردوا للعقيدة من غير مجاملة، من غير مجاملة، وقاتلوا فيها أرحامهم وأهلهم ونصروها نصرا حقيقيا. عشان كده سادوا الدنيا كلها وقدروا على أي ذل، وقهروا الممالك الكبيرة كلها لما صدقوا.